من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، أخبروا في الأمم بمجده وفي جميع الشعوب بعجائبه. الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا. الإنجيل البشير بركاته على جميعنا. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضي، فكان يقول لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا: السلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار أيضا الذي لصق بأرجلنا
من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صورة وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لا تابتا قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن صورا وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفرنحوم أترتفعين إلى السماء؟ إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. هانا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. آه آه آه